السي محمد زيري عضو في الجمعية ديال المندوبين الطبيين بمدينة فاس. اليوم درنا لا تخوازيام جورني ديال المندوب الطبي بمدينة فاس. فهاد لي جورني كانت الحمد لله عادة عندنا كل سنة بيان سور، وكل سنة تنديرو فيها كنطرقو موضوع معين. هاد السنة قمنا درنا لا سان اس اس وكذلك لو كود دو ترافاي، اللي تنشكر المسؤولين اللي كانوا حاضرين معنا لا سان اس اس وكذلك لانسبكتور دو ترافاي. هاد الموضوع اللي هو مهم اللي طرحنا فيه بعض الأسئلة، وكذلك الحمد لله وصلنا بواحد الإجابات واحد الأجوبة إيجابية في الموضوع اللي تطرقنا ليه ديال شنو المشكل اللي تطيح في المندوب الطبي. وكذلك ان شاء الله اليوم قاعدين نقوموا بتكريم قدماء المندوبين الطبيين صراحة اللي عطاو وتفانوا في هذا العمل، غنقوموا بالتكريم ديالهم. وكنشكر جميع الناس اللي حضروا في هذا الايفينمون، وكنشكر كذلك جريدة فاس نيوز.